كتمارس علينا ضغوطات كتجبرنا على اشياء نديروها. انا اقول بان هذا المركز هو عباره عن وكر للدعاره الراقيه. وهنايا كتمشي العقوبات حتى ل 15 سنه لانها جنايه، كتكيف على اساس انها جنايه وماشي جنحه. إلى أن تحقق ما يقع داخل هذا المركز وتسليط الضوء على هذه الخروقات. اليوم تنظموا هذه الوقفة الاحتجاجية ضد المسؤول القانوني على مركز ديدي سبا، نظرا لمجموعة من الخروقات اللي تعرفها هذا المركز، ومن أهمها هو هضم حقوق العاملات والعمال لأنهم لا يتمتعون بحقوقهم الكاملة اللي تضمنها لهم مدونة الشغل وتضمنها لهم الدستور المغربي وتضمنها لهم جميع المواثيق الدولية، ناهيك عن بعض الممارسات لا أخلاقية داخل هذا المركز، وكذلك المعاملة السيئة للعاملات والعاملين معا بهذا المركز، وكذلك يتم طرد العمال بصفة غير قانونية وبطرد تعسفي دون تمتيع بحقوقهم الكاملة، وعلى رأسهم المناضلة مريم القباس وكذلك الأخت نادية وبعض الأخوان الأجانب اللي في حقها أنهم اضطروا يغادروا المكان دون متابعتها ودون اللجوء إلى القانون. وإحنا اليوم أنه خدنا معركة طويلة مع السيدة هذه، وتم استدعاءها من طرف السيد المفتش الشغل لمرتين ولم تستجب لهذه الدعوة، وتم كذلك دعوتها من طرف السلطات المحلية على السيد الباشا وكذلك لم تستجب لهذه طاولة الحوار. مما أنا أقول بأن هذا المركز هو عبارة عن وكر للدعارة الراقية أو كذلك الممارسة بطريقة أخرى، بحيث تحتم العاملات بممارسة بعض الأشياء مع الزبناء اللي تيجيو تيديروا المساج أو اللي تيديروا الحمام. حنا هادشي يعني راه المكان كله، الناس هنا كلهم عارفين هذه المسائل هذه، وبالتالي حنا تنوجهوا نداءنا إلى السلطات المحلية وإلى جميع المسؤولين في هذا البلد الهداد، وخصوصا بعد نداء صاحب الجلالة حول النموذج التنموي اللي تيعتبر أن العنصر البشري هو الأساس ديال التنمية، هو اللي غادي يخلق لنا هذيك الثروة البشرية اللي هي مهمة، في حين باقي فعلا أنها تقوم بتشغيل العاملات بدون أجر. بيان سير فعلا أنها تقوم بالتجارة البشر. نعم، بدا تنقول لك انا هاد الناس ما عندهم حتى وثيقه تثبت علاقات الشغل، منذ كاين اللي خدا 7 سنوات 8 سنوات وما كاين حتى شي وثيقه التي تثبت ان هاد العمال خدامين معاه، حتى الاجر ديالهم فقط تتعطيهم متقطع، مره تتخلصهم ومره ما تتخلصهمش، اذا انت تعطيهم فقط كبوفوار ولا هذا، في حين ان القانون تيقول كل مؤسسه تتشغل اكثر من 10 عمال فخصهم تكون خاضعين لمدونه الشغل، وعطوا تعرفوا حقوقنا لمدونه الشغل تضمن مجموعه ديال الحقوق للعمال والعاملات. تعرضت لبزاف الانتهاكات في الحقوق ديالي، ان شاء الله اليوم درنا هذا الاعتصام، جاء باش نطالبوا بالحقوق ديالنا اللي هي مشروعه وحقوق اللي سناها لنا القانون. نتمنى وإن شاء الله من السلطات أنها هي تساندنا وترجع لنا الحقوق ديالنا المهضومة من طرف هاد السيدة هادي اللي كانت كتمارس علينا ضغوطات كتجبرنا على أشياء نديروها،
وكان الرد دائما كان رد غير مقبول. داكشي علاش كانت كتعامل معنا بواحد القسوه، كتعامل معنا بواحد الوضاعه. نتمنى ان شاء الله هاد الرساله توصل للسلطات، ونتمنى ان شاء الله يرجعوا لنا الحقوق ديالنا، ونكونوا حتى حنا عاملين وعاملات معترف بنا في ميدان الشغل. شكرا. انها كتجبركم على شي اشياء تعملوها، مثل ماذا مثلا؟ هاد السيده كانت كتجبرنا على اننا نقوموا بواحد الافعال لا اخلاقيه، ولكن كنا ديما كيكون واحد الاعتراض. داكشي علاش هاد السيده هادي ما رضخناش ليها المطالب ديالها، بدات كتعامل معنا بطريقه وحشيه وطريقه غير لائقه. يمكن واحد العدد ديال المؤسسات اولا ديال المحلات الخاصه ولا ديال الاجراء ديال ارباب عمل ما تحترموش القانون، وهنايا القانون راه تيعطي حمايه للاجير في ديال مدونه الشغل، ويمكن ترتب عليها عقوبات جنائيه فيما يتعلق بالتجار بالبشر. التجار بالبشر، نعم. شنو هما العقوبات اللي ممكن يطبقوا القانون في هذا الاطار؟ جريمه التجار بالبشر بعدا خصنا نعرجوا بها على كيفاش جات. في جو تنبير 2016 في إطار تحولات دولية وفي إطار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية اللي كتحمي الأشخاص من استغلالهم لا في مقرات عمل ولا في جنسيا ولا في البيع والشراء ديالهم، البيع والشراء في أعراض ديال الناس أو لا، هذا جا هذا القانون باش يحمي هذه الفئة اللي كيمكن تستغل في العمل، وكانت يعني في إطار مصادقة بالنسبة للغرفتين مصادقة تلقائية لأنه فرضته شروط دولية، وتم إرسال واحد المذكرات من طرف وزير العدل السابق للوكالة العامين للحتيم على تطبيق هذا القانون، وعلى أن هناك قانون جديد يجب اعتماده في المتابعات الجنائية للأشخاص اللي ارتكبوا هذا الفعل، وكيمكن يكون حتى استغلال ديال المهاجرين في جريمة التجارة بالبشر. مفتوح إلى أن تتدخل السلطات المحلية وكذلك المسؤولون عن التشغيل.